الشعوب الموجودة في هذه المنطقة. أيضا IDSC أيضا تقوم بتوقيع الاتفاقيات من خلال تطبيق القواعد وقوانين الأمم المتحدة، بالإضافة لذلك التركيز على 17 هدفا للتنمية المستدامة المنبثقة عن أجندة الأمم المتحدة 2030. ولذلك أريد أن أركز على شيئا مهما هنا، وركز على هناك العديد من التشابهات ما بين التمويل الإسلامي وبين المبادئ التهديف التنمية المستهدفة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أستطيع أن ربما أجادلك في هذا الشأن وفي هذه النقطة، حيث أن مقدار 2.3 مليار حجم الاستثمارات الإسلامية وحجم التمويل الإسلامي للمشروعات، سواء كان ذلك التمويل الإسلامي أو البنوك الإسلامية التي تحاول أن تطبق السكوك. أنا لست متأكدا كما أن هذا المقدار 2.2 مليار أو 2.3 مليار له علاقة بالأنشطة المتعلقة بتحقيق الأهداف التنمية المستدامة. مبدئيا هناك تكامل، ولكن الممارسة ربما تكون مختلفة، هذا ما أريد أن أقوله. في الواقع والحقيقة إن الأمر هناك تشابه، ولكن ليس الأمر كافي. عليك أن نعمل إيجاد هذا المقياس وهذا القياس، وأنا أستطيع أن أقول بأننا للقيام بهذا الأمر يجب أن يكون ذلك من خلال تبسيط الأمور المتعلقة بالتمويل. لماذا؟ لأن الهدف الأساسي والشيء الأساسي الذي نعول عليه كثيرا الاستراتيجية، القطاعات الاستراتيجية التي سوف تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعديد من الدول الأعضاء تحقيق أهدافها. وفي البداية عندما نرى نوع التمويل على سبيل المثال، فنحن فقط لا نستخدم ونستغل، نستخدم التورق كوسيلة وكتبسيط وتسهيل لكي نقوم بتقديم التمويل والهدف العام وهو التمويل. ولكن على العكس من ذلك، نحن نقوم بتقديم التمويل الذي يعتمد بشكل كبير جدا على المعاملات التجارية المحددة والواضحة. ولكي أكون أمينا معك، أستطيع أن أقول أن الأمر ينطوي على صعوبة كبيرة جدا لكي تقوم بتسهيل الكثير والكثير. نحن نشعر بارتياح كبير جدا لكي نستمر ونشارك مع القيام بهذه العمليات، لأنها تركز على التجارة الحقيقية التي يجب أن نغطيها من خلال تقديم التمويلات.